تحول دكتور إدموند غريب في ذات الجزئية من واشنطن. دكتور إدموند أيضا الرسائل المصرية والرفض المصري القاطع للسيناريوهات التي كان بعض الأطراف في إسرائيل تتحدث عنها للتهجير للفلسطينيين وآخرهم الوزير الإسرائيلي الأخير. الإدارة الأمريكية في أكثر من مناسبة كذلك في الأسابيع الفائتة قررت أنها ترفض أي سيناريو لتهجير الفلسطينيين من القطاع أو حتى اقتطاع أراضي من القطاع لإقامة منطقة آمنة إسرائيلية. هل ترى أنه بالفعل هذا يعد أيضا خطا أحمر بالنسبة للإدارة الأمريكية في تعاملها مع هذا الملف؟ فعلا هذا هو أحد التباينات أو الخلافات بين الحكومة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية. الإدارة الأمريكية قد قالت بأن هي ترفض أي تهجير قسري للفلسطينيين في غزة، كما أنها ترفض أن يكون هناك سلطة إسرائيلية أو عملية ضم لغزة من قبل إسرائيل، وبالتالي هذا موقف يختلف عن الموقف الإسرائيلي، لأن الإسرائيليين لا يريدوا، طبعا الولايات المتحدة وإسرائيل متفقان على أمر واحد وهو التخلص من حماس وفي غزة أو سيطرة حماس على غزة، ولكن فيما يتعلق بمن سيسيطر على غزة كان هذا هو أحد الخلافات، وهذه إحدى الانتقادات التي سمعناها من عدد من المسؤولين الأمريكيين من بينهم الرئيس الأمريكي وآخرين، أن الإسرائيليين لم يقدموا مواقف واضحة. كان هناك تباين في المواقف، أحيانا قالوا بأنهم سيسمحوا للسلطة الفلسطينية كما قالوا بالعودة إلى غزة، بينما أحيانا وفي الآونة الأخيرة ما قاله نتنياهو هو أننا لن نسمح لمن يمول يعلم أو يدعم الإرهاب في غزة، وكذلك أيضا قال لن تكون هناك حماسستان أو فتح حتى هجم السلطة في الضفة الغربية، ليس فقط الفصائل في غزة وإنما حتى هاجم السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة. عفوا، حتى أنه هاجم السلطة الفلسطينية في الضفة ولم يكتفي فقط بالهجوم على الفصائل في قطاع غزة. صحيح، هذه نقطة مهمة جدا، وبالتالي فإن هذه هي أحد الفروقات، لأن الولايات المتحدة أو هذه الإدارة على الأقل التي لم نكن نسمع منها في الآونة الأخيرة كثيرا عن حل الدولتين، لا هي ولا إدارة الرئيس السابق بايدن، بدأوا الآن خلال الأسابيع القليلة الماضية يتحدثوا مجددا عن ضرورة قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وأن تكون هذه الدولة دولة قابلة للحياة وحسب القرارات الدولية. هذا تطور طبعا على الأقل في اللهجة في اللغة مختلف تماما عما كنا نسمعه من إدارة ترامب وإلى حد ما من إدارة بايدن، ولكن إذا رأينا فعلا تغيير في المواقف وبدأت هذه الإدارة فعلا تتجه للقيام بدعم فكرة حل الدولتين مجددا، فإن هذا طبعا ترفضه إسرائيل، وهذا ما سمعناه من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عندما تحدث بأننا لن نعود إلى أوسلو، وبالتالي صحيح. فإن هذه هي من بين المواقف، وأعتقد أن الزيارة التي سيقوم بها جيك سوليفان ستكون مهمة، علما أن سوليفان كان أيضا من المؤيدين للموقف الإسرائيلي وبقوة، ولكن يبدو الآن أن الإدارة في الوقت سنأتي سأسأل حضرتك بكل تأكيد بعد قليل عن رأيك وتوقعك لهذه الزيارة وأجندة جيك سوليفان غدا في تل أبيب.